في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها مكتب الإعلام بمحافظة أبين، أقام مكتب الإعلام وجهاز محو الأمية ندوة علمية تحت شعار كاد المعلم أن يكون رسولا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعده الزميل ردفان عمر. الارتقاء بالتعليم، حقوق المعلمين، واجبات الدولة حيال كل تلك القضايا والهموم، كل تلك المشكلات والقضايا والهموم كانت عناوين بارزة وتفاصيل في سياق الندوة العلمية كاد المعلم أن يكون رسولا، التي أقيمت يوم أمس برعاية اللواء الركن أبو بكر حسين سالم في قعر بمديرية قنفر محافظة أبين، ونظمها مكتب الأعلام بالمحافظة وجهاز محو الأمية. في مستهل الندوة التي حضر وتفاعل معها أمين عام المجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد، وقدمها عدد من الأساتذة والأكاديميين والكتاب ورواد التعليم والسياسيين. الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد عبر عن سعادته بحضور الندوة. طبعا نحن مع حقوق المعلم ومع مطالبه، ولكن في الأخير لابد من أن الطلاب يدرسوا، ولابد أن تفتح الدراسة، ولابد أن تستمر العملية التعليمية في عموم المحافظات، لأنه من المستحيل أن يظل الطالب سنة كاملة ما يدرس ويظل الطالب في الشارع، وهذا أثره كبير على الطلاب. أتمنى أن الأخوة في نقابة المعلمين يتفهموا هذا الأمر، وأن كذلك الحكومة أن تتفهم وضع المعلم وتفيد وعدها تجاه المعلمين. ألقى الدكتور ياسر بعزب مدير عام مكتب الأعلام بمحافظة أبين كلمة استعرض خلالها ما حققته أبين في جانب التعليم والتعليم الجامعي. هذه الندوة تحت شعار كاد المعلم أن يكون رسولا، خرجت الندوة بعدد التوصيات والمقترحات، على أهمها توجيه التحية والشكر والتقدير للدور الريادي للمعلم على مستوى الوطن بشكل عام، محافظة أبين بصورة خاصة، وأيضا مناشدة الجهات ذات العلاقة ممثلة بالحكومة ووزارة التربية والتعليم بالتزام بعهداتها تجاه المعلمين وإعطاهم حقوقهم غير منقوصة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في الدراسة لدى المعلمين والقيام بواجبهم التنويري لدى المجتمع، وأيضا الاستمرار في الدراسة كواجب وطني وإنساني ورسالة سامية يطلبها المعلمين تجاه مجتمعهم. الأستاذ فضل عباس مدير عام جهاز محو الأمية استعرض في كلمته جانب من تاريخ محو الأمية بأبين وما وصل إليه اليوم من لا اهتمام، مطالبا تمكينه من أداء رسالته التعليمية الوطنية. قدمت في الندوة عدد من الأوراق والقراءات. الأستاذ الدكتور الأديب صالح عقيل سالم نائب رئيس جامعة أبين قدم ورقة شملت رسائل للمعلم بعنوان وصية، تحدث فيها عن رسالة المعلم مهنيا ودينيا وأخلاقيا، بينما عنوان الأستاذ والأديب والكاتب محمد ناصر العولقي رسالته بدور المعلم في المجتمع، قدم خلالها لمحة تاريخية عن التعليم بأبين وما أنتجه في زمن التعليم الجميل من علماء ومناضلين وقادة. كما قدمت في الندوة عدد من المداخلات من قبل السياسي المعروف الأستاذ علي دهمس والأستاذ أحمد مهدي سالم والأستاذ أحمد سيود نائب رئيس الحراك الثوري وعدد من أولياء الأمور ونشطاء ومعلمين. وفي ختام الندوة وجه المشاركين التحية والإجلال لكل المعلمين وتأييدهم الكامل بالحصول على مطالبهم الحقوقية، كما حث المشاركين في نهاية الندوة كافة المعلمين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه الأجيال وعدم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.